تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع قناة أنا سامية عرموش، واقتراحاتي كالآتي سجلوا عندكم. الخميس المساء مدعوون لحضور أمسية أدبية مع الكاتب والأديب فتحي فوراني في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان في شارع الفرس 3. الجمعة المساء مدعوون للمشاركة في ندوة بعنوان النشاط والعمل السياسي للمرأة الفلسطينية، وذلك في مركز مدى الكرمل شارع ألنبي 51. أما السبت فتدعوكم جمعية الشباب العرب بلدنا للمشاركة في جولة ميدانية في حي المحطة الحفاوي بإطار مشروع عينك على حيفا. لهم مشاهدين انتهت نشرتنا اليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع هادئة وسعيدة.